السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هو الان في الخمسين وفق تقديراته، يحصي حمادي بومنجل سن عمره اعتمادا على وقائع وحكايات سمعها من امه التي ماتت قبل 20 عاما، واخرى سمعها من اناس اخرين. اخيرا صار صاحب ورشة لاصلاح الدراجات الهوائية والنارية في حي شعبي بمراكش. لم يكن قد تزوج بعد، لأصدقائه الذين يجالسهم في المقهى ظل لسنوات يردد بأنه يرفض الزواج ما لم يحقق حلمه أن يمتلك ورشة لإصلاح الدراجات. هي محطة كان يقول نحو امتلاك محل لبيع الدراجات النارية الجديدة. لما جاءت عائلته من تمسلحت لتستقر في مراكش كان حمادي في 15. كان والده يدفعه إلى تعلم صنعة تكون له مورد عيش، ولما فشل في إلحاقه بصانع تقليدي لم يجد من مجال سوى الحدادة، ولكنه سرعان ما التحق بورشة لإصلاح الدراجات. لا يخفي الرجل الذي اكتشف ذات صباح أن عمره نصف قرن عشقه لحرفته تلك. له ما يبرر عشقه ذاك، فبفضلها استطاع أن يندمج في محيطه المراكشي ويتعرف على أناس كثيرين ومن أعمار مختلفة، ومنهم نساء وفتيات أيضا كن تأتين إلى دكانه لإصلاح خلل بدراجاتهن أو لتحسين أدائها. كان وهو يباشر تلك الإصلاحات يظهر كل مهارته، يعرف كل أجزاء الدراجة بأسمائها وقياساتها، حتى يخيل للزبونة منهن أنه يعرف كل الدراجات في كل تفاصيلها. ثم ذات يوم انتبه إلى السعدية وكأنه يراها للمرة الأولى. كانت شابة تجاوزت 25، يكاد يقسم على ذلك، وكانت ضمن زبوناته المواظبات منذ بضعة أعوام، وكان يعاملها كما يعامل أخريات، لا يبخل عليهن بنكتة من حين إلى حين، بل إنه كان يحرص على أن لا تغادر الواحدة منهن إلا وهي مبتسمة. لا يدري حمادي بومنجل سببا لهذا الانتباه المباغت إلى السعدية الذي حدث في نفسه، ولكنه يذكر جيدا أنها نظرة منها صادفت منه نظرة فألهبت نفسه وقلبه وعقله. أدرك الخمسيني أنه وقع في حبها لما صارت صورتها لا تفارقه حين يأوي إلى سكنه هناك في درب العروسيين. كان يعيش وحيدا، إخوته تزوجوا ومنهم من غادر مراكش. ذات زمن حلم بالعودة إلى تمسلحت، ثم ما لبث الحلم أن تبخر في غفلة منه. لم تكن السعدية أجمل النساء اللواتي صادفهن حمادي في حياته، ولكنها في تصوره لم تكن مثلهن. سعى إلى الإحاطة بأحوالها فاكتشف أنها تعمل في منزل زوجين فرنسيين اتخذا لهما سكنا في المدينة العتيقة، حيث اشتريا رياضا أدخل عليه إصلاحات أعادته إلى عز كان قد هجره منذ عقود بعيدة. ثم ما لبث أن تأكد لديه أن المرأة الشابة لا تنحدر من مراكش. تجرأ ذات مرة حين جاءته تصلح عطبا في دراجتها فسألها، قالت له إنها من الخميسات. كاد يزعم أنه يعرف أناسا من الخميسات حتى يستدرجها لتفضي بالمزيد عن أحوالها، ثم تراجع إذ خشي أن تكتشف أنه لا يعرف الخميسات. لاحقا ستقول له وقد اكتشفت اهتمامه بها أنها يتيمة، وأنها تعرفت إلى الفرنسي وزوجته في إفران حيث كانت تعمل لدى أسرة ثرية. في مساءاته حين يخلو إلى نفسه كانت صورتها تلازمه، وقد أول تجاوبها مع أسئلته التي تهم أحوالها أنه تجاوب مع ما يكنه لها من حب. كان ذاك تأويله للطلاقة التي تعاملت بها معه. ثم دعاها ذات يوم إلى لقاء، وقد فوجئ بها توافق بسرعة وبلا تردد. كان الموعد مقهى في جيليز. للمرة الأولى ستراه السعدية نظيف اليدين وقد ارتدى أحسن ما لديه من ملابس. جاءها حليق الذقن وقد مشط شعره الذي خالطه البياض بعناية. بدا شخصا آخر.
رأته يومها أقرب إلى الشباب، تناول عصير ليمون وحلوى وتكلم في أشياء كثيرة، كان كل واحد منهما يعلم علم اليقين أنه ما جاء ليخوض فيها. ثم حانت اللحظة التي يعدها حمادي حاسمة، لحظة الحقيقة. أحس بحلقه وقد جف، وهو يهم بالبوح بما يعتمل في نفسه. زبناء المقهى من حولهم لا يدري حمادي لما أحس في لحظة ما بأنهم يسترقون السمع، ولكن الضحكات التي جاءت من على بعد طاولتين طمأنتها. الذين في المقهى لم يأتوا لينتظروا لحظة بوحه بحبه للسعدية. ها هي تنظر في عينيه، لعلها تقرأ فيهما ما يستعد لقوله. هو الآخر قرأ في عينيها شيئا ما، ثم ابتلع ريقه وقال: اسمعيني، أظن أنك تحسين بما أحس به. ظلت مركزة نظرها على عينيه، خفض بصره وتابع: أنا أحبك. فاجأتني، قالت. هو يعلم أنها لم تفاجأ، وإنما أرادت أن تراوغه فلا تبوح بحبها له ذاك الذي ظن حمادي أنه قرأه في عينيها اللماعتين، ثم عقب على قولها: نيتي حسنة، إذا ما حصل تفاهم بيننا فإنني أنوي الزواج منك. كانت تتحاشى النظر إليها، ولما باح بعزمه على الزواج منها رفعت بصرها إليها، وها هي تراوغه من جديد. أظن أن الحديث عن الزواج يتطلب التريث قليلا، ثم أردفت بذلك المثل ذائع الصيت: زواج ليلة تدبيره سنة. حسب الخمسيني الذي كان يومها في كامل أناقته أنها ما قالت ذلك إلا سعيا وراء التثبت من صدق نواياه تلك التي يقول إنها حسنة. قال في نفسه: إنه سيثبت لها أنه لا يكذب. ثم نهض، افترق في مدخل جامع الفنا، ودعها، ولما انصرفت ظل ينظر إليها وهي تبتعد. لم يعش حمادي مثل تلك اللحظات منذ أن وعى. منذ لقائهما الأول ذاك في أواسط مارس من العام 2005، ظل يلتقيان مرة كل أسبوع في المقهى نفسه في جليز، وقد تقدم حوارهما وصار يعبران عن مشاعر حب متبادلة. وفي أواخر أكتوبر من ذلك العام قرر الزواج. وافقت على السكن معه في منزله الذي اشتراه منذ عامين في درب العروسيين، هناك كانت تتم لقاءاتهما الأخيرة. اتفق على أن تترك عملها لدى الزوجين الفرنسيين وأن تتفرغ لبناء الأسرة. في يناير من العام 2006 كانت قد انقضت 10 أشهر أو ما يقرب من ذلك على بوحه بحبه لها. في ذلك الشهر أقام حفل زفافهما الذي حضره مشغلاها الفرنسيان وعدد غير قليل من أصدقائه ومعارفه. الأسابيع الأولى من زواجهما كانت كأحلى ما تصوره ذات زمن صار بعيدا الآن. كانت تتقن الطبخ، وكان هو رجلا نهما. الذين كانوا يعرفونه لاحظوا تبدل أحواله، يبدو سعيدا، حتى إن بعضا من تجاعيد هجرت جبينه الذي لم يعد مقطبا حتى حين يكون في أكثر لحظات العمل تركيزا. مرت 3 أشهر ولم يلحظ لدى شريكة عمره ما يوحي بأنها ستأتيه بالولد. يتحاشى السؤال، لا يريد إحراجها، ولقد انتظر أكثر. ولما مرت 6 أشهر على زواجهما سألها، كان جوابها أن عليهما أن يتريثا قليلا قبل الإنجاب. لم يفهم حمادي ما تقصده زوجته السعدية، أغضبه ما قالته، ولكنه كتم غضبه. سيعاود السؤال 4 أشهر، كان يرى أن العمر يتقدم به ويود لو يرزق الخلف. لا شيء حدث، صار يرى الحياة رطيبة. كانت هي تتحاشى الخوض معه في هذا الموضوع. ذات صباح قالت له إنها ذاهبة إلى الحمام العمومي. لم يكن يبعد كثيرا عن سكنهما، لم يمانع. يومها لم يذهب إلى الورشة، ولما خرجت خطر بباله أن يقوم بما لم يقم به من قبل منذ أن تزوج. كانت السعدية تحتفظ في الدولاب بحقيبة يدوية قديمة كانت تضع فيها الأوراق التي تخصها، وأيضا بعض المال مما يفضل عن مصاريف البيت، وقد فكر أن ينقب في تلك الحقيبة.
اطمأن أنها وصلت إلى الحمام. أخذ تلك الحقيبة اليدوية القديمة ووضعها على السرير. تردد قبل أن يحسم قراره، فتحها. كانت بها أساورها الذهبية وساعة يدوية متوقفة وظرف به مبلغ مالي. لم يكن يهمه كل ذلك. ثم لفت انتباهه ظرف لما لمسه ظن أن به صورا، فتحه وأخرج الصور. كانت في جملتها صورة لها برفقة شخص لم يسبق له أن رآه، وأخرى برفقة امرأة على ذقنها وشم، ثم صورة أخرى منها صورتان مع مشغليها الفرنسيين وصورة طفلة. لم تكن صورتها هي. ظن أن أمها هي المرأة التي على ذقنها وشم، وتركزت شكوكه على صورة تلك الطفلة وصورة الرجل الشاب الذي يحضنها. ظن حمادي بومنجل وهو ينظر ويعيد النظر ويدقق في تلك الصور التي أودعتها السعدية، تلك الحقيبة اليدوية القديمة، أنه وقع على ما قد يفسر له أشياء مغمضة هو يراها كذلك، أو تسلط الضوء على مناطق ظل في شخصية تلك التي اختارها شريكة لحياته. ثم يعاوده ذاك السؤال الذي كلما استحضره أحس بمرارة، لماذا تدعوه إلى التريث كلما عبر عن رغبته في الولد؟ يحس بثقل العقود الخمسة وأكثر التي يحملها على كاهليه، الخمسيني الذي كافح حتى يكون مثالا للنجاح لكثيرين يرى العمر يتقدم به، وهو يريد أن يفرح ويطمئن على أن ما كد من أجله على مدى كل تلك السنوات لن تذروه الرياح ويذهب سدى. المرارة تلك التي كان يحسها، يتجرع كأسها لوحده، يعلم أن لا أحد سيقاسمه إياها ليخفف عنه. ثم يعود ويستعرض الصور القديمة التي حرصت السعدية على أن تجعلها بعيدة عن الأيادي وعن العيون وعن الفضول. المرأة التي على ذقنها وشم تبدو وكأنها تنظر إليه. حين يدقق النظر في عينيها يرى فيها بعضا من شبه مع عيون السعدية، ولذلك ظن أنها أمها. يخالها تهم بابتسامة، ثم يدفعها بإبهامه لتحل محلها صورة أخرى، صورة الطفلة. يتساءل من تكون، وقد أقصى من ذهنه أن تكون صورتها هي. تبدو الطفلة مندهشة وهي تنظر إلى من التقط لها تلك الصورة. قدر أن لا يكون عمرها يزيد عن السنة الواحدة. لم تستوقفه كثيرا صورتها مع مشغليها الفرنسيين، لقد تعرف إليهما لما حضر الزفاف. ثم تأتي الصورة التي تؤجج في أعماقه من الشكوك ومن الغيرة ما لم يكن له قبل به. للمرة الأولى يحس بذلك المرجل يغلي بداخله، السعدية له وما ينبغي أن تكون لأحد سواه. ثم يتساءل بحرقة، هل هي علاقة قديمة؟ ولما لم تتحدث له عن ذلك؟ يبدو شابا ذاك الذي يحضنها. لم يكن حمادي ليتقبل أن تكون السعدية التي اختارها دون أخريات لم تكن أجمل منهن قد عرفت حضنا قبل حضنه. تزايد وسوسة تأتيه بأنها ربما عرفت قبله أحضانا. يهم بالصراخ، ثم يعود إلى وعيه، ينخرط في تأنيب نفسه، لما كل تلك الشكوك والظنون؟ ألا يجدر به أن يسألها وهو ينظر في عينيها عمن يكون هذا الذي يحضنها؟ يقول لنفسه ذاك هو الصواب. ثم يتساءل كيف ستتقبل أن تكون يده امتدت إلى أشياء تخصها وحدها. ألقى بنظرة أخيرة على الصورة ثم أعادها مع أخريات إلى ذلك الظرف، أغلق الحقيبة القديمة وأعادها إلى مكانها في الدولاب. مضى إلى النافذة المطلة على الشارع. يكاد النهار ينتصف، يعلم أن السعدية لن تأتي إلا بعد عدة ساعات، وأنها كما فعلت في مرات سابقة ستأتيه بأحاديث الحمام. لا يهمه ما ستحكيه اليوم، الأهم لديه الآن أن يعلم من هو ذاك الذي يحضنها. جلس في الغرفة حيث التلفزة، جال عبر عدة قنوات لم يكن فيها ما يستقطب اهتمامه. قرر أن يمضي إلى الورشة لتفقد الأحوال هناك. ألقى بالسلام على المعلم عبد الجبار الحلواني الذي يشغل الدكان أسفل المنزل. لم يتوقف عنده كما يفعل عادة، لا يهم. وهو في الطريق
فكر في أن يقوم بمراقبة السعدية. في الورشة كان المستخدمون منهمكين في إصلاح دراجات يقف أصحاب بعض منها متحلقين، لم يكن في المشهد جديد. دخل إلى عمق الورشة واقتعد كرسيا لا يجلس عليه غيره، مكث هناك ساعة أو ما يقرب منها، ثم نهض ومضى إلى مقهى قريب حيث اعتاد اللقاء بأصدقاء قدامى. في تلك الساعة من الظهيرة لم يجد منهم سوى عبد القادر الخموسي المتقاعد من شركة للنقل الطرقي، بينهما صداقة تعود إلى عدة سنوات رغم الفارق في العمر. كان الخموسي لا يبخل على حمادي بالنصح، وقد أثبت له الزمن أنه كان يصدقه. فكر في أن يفضي إليه بما يكابده، ولكنه تراجع، وقد جاءه من أعماقه صوت يقول له إن أسرار بيته لا ينبغي أن تعرض على قارعة الطريق. فيما حمله ذلك الصوت الخفي ما يدفع إلى التأمل، جلس إلى الطاولة التي جلس إليها الخموسي الذي يضع أمامه براد شاي وكأسا صغيرا. سأله عن أحواله، وكان يناديه بالعريس منذ أن تزوج. تحدث عن حرارة ذلك اليوم وعن أخبار بعض الأصدقاء الذين سافروا إلى مدن ساحلية لقضاء العطلة. ثم انتبه الخموسي إلى أن حمادي لم يكن يومها بالانشراح الذي عهده فيه. حاول أن يقنعه بجولة دومينو ولكنه اعتذر. أراك على غير عادتك، قال الخموسي وقد اقترب من حمادي حتى لا يسمعه من في المقهى. لا شيء، ربما لأنني نمت متأخرا أمس. كان الخموسي يعلم أن ما رد به حمادي ليس سوى مراوغة لتجنب الإجابة أو كشف ما يشغل باله، ولم يلبث الخمسيني أن نهض مودعا. لما عاد إلى البيت عصرا لم يجد السعدية، دخل كل الغرف وهو يناديها ولكن لا أحد أجاب، كل شيء مكانه. ثم وهو يهم بمغادرة غرفة النوم رمق الحقيبة التي حملتها معها لما ذهبت إلى الحمام، فتحها فوجد ملابسها التي كانت ترتديها، أيقن أنها عادت إلى البيت وأنها ربما غادرت لغرض ما. أخذ هاتفه وركب رقم هاتفها، كانت خارج التغطية. كرر المحاولة مرات متتالية دون أن يتسنى له الاتصال بها. كانت الساعة تقترب من السابعة مساء ولم يظهر للمرأة أثر. انتاب حمادي قلق شديد، لم يكن يعلم وجهة يأمها ويأتي منها بنبأ. لم تعد السعدية، يكاد الليل ينتصف. تباطأت الحركة في درب العروسيين، لم يعد بمقدوره أن ينتظر أكثر. ركب دراجته النارية ومضى إلى مركز الشرطة الأقرب مبلغا عن اختفاء زوجته السعدية. قال إنها ذهبت إلى حمام عمومي قريب وإنها عادت إلى البيت فيما يبدو ووضعت حقيبة ملابسها ثم غادرت إلى وجهة غير معلومة. قام بجولة عبر المستشفيات ولم يعثر لها على أثر، ثم عاد إلى البيت. قرر أن يمضي في الصباح إلى منزل الفرنسيين اللذين كانا يشغلانها علّه يجد خبرا يطمئنه. يذكر أنه لما كاد الفجر ينبلج أغفى، استيقظ على وقع طرق بالباب، استغرب أن لا يستعمل الطارق الجرس، وسرعان ما أدرك أن الذي يطرق ربما هو مستعجل أمرا. نهض مسرعا وفتح الباب، وجد نفسه وجها لوجه مع شرطي. سأله إن كان هو حمادي بومنجل، لما أكد أنه هو طلب منه أن يرافقه إلى مخفر الشرطة. حاول أن يعلم منه إن كان الأمر يتعلق بزوجته التي اختفت أمس، ولكنه لم يظفر منه بشيء. انتعل حذاءه ومضى مع الشرطي، مر بالمعلم عبد الجبار الحلواني، رآه ينظر إليه مستغربا. في الكوميسارية مر أمام بضعة منتظرين يجلسون على كرسي خشبي طويل، ثم وقف الشرطي عند باب مكتب في عمق ممر صبغت ألوانه بلون أزرق فاتح. من وراء الباب سمع صوتا فيه حزم يقول ادخل. دخل الشرطي وأدى التحية ثم تراجع وطلب من حمادي أن يدخل. كان الضابط الجالس وراء المكتب يبدو في العقد الرابع، بوجهه بعض صرامة. أنت حمادي بومنجل؟ نعم سيدي.
صمت الضابط قليلا وهو يقلب أوراقا على المكتب، رفع إليه بصره وقال: تقدمت في الليلة الماضية ببلاغ حول اختفاء زوجتك سعدية العشير. نعم سيدي. هل لديكما أبناء؟ لا سيدي، لقد تزوجنا منذ 8 أشهر. سكت الضابط من جديد. أحس حمادي بدقات قلبه تتسارع. لقد عثرنا عليها. أين؟ في منزل وسط المدينة. نظر إليه الضابط، لم يبق له مجالا لسؤال. قال له: يبدو أنك رجل طيب. في قوله ما أحال حمادي على شكوكه تلك التي تنامت وتأججت وأشعلت أعماقه غيرة. ثم أضاف الضابط: لقد وجدناها في منزل عشيقها. أحس حمادي بدوار شديد، ساقاه لم تعودا تقويان على حمله، ولعله كاد يسقط. دون استئذان جلس على الكرسي المقابل للضابط. خلال لحظات بدا غير واع بما يجري من حوله، ثم انتبه إلى الشرطي الذي جاء به إلى ذلك المكتب يناوله كوب ماء. لما استعاد بعضا من قوته أبلغه الضابط بأن السعدية ضبطت في حالة تلبس في منزل عشيقها. قال له إنها اعترفت بأنه عشيقها. بعد يومين سيرى حمادي السعدية للمرة الأولى. كان ذلك عندما تم تقديمها إلى النيابة العامة. غمره إحساس غريب، لم يطل النظر إليها بينما كانت هي خافضة بصرها. لعل ما كان يهمه أكثر في تلك اللحظات أن يرى وجه ذلك الذي اتخذته عشيقا بينما منحها هو الحب والمأوى. كان يتساءل هل يكون الذي خانته معه هو ذاك الذي رآه في تلك الصورة وهو يحضنها؟ هل كانت تتخذه عشيقا قبل أن يتزوج؟ يحس بجرح غائر في صدره، ثم رأى شرطيا يسحب شخصا يريد إدخاله إلى مكتب نائب وكيل الملك. يضع الرجل على رأسه قبعة بلون فاتح. لما مر أمامه استطاع أن يرى وجهه، ولم يكن سوى ذاك الذي رآه في الصورة مع السعدية. لاحقا سيتأكد تأسيسا على اعترافاتها واعترافات عشيقها أنهما كانا يقيمان تلك العلاقة منذ سنوات. كان العشيق الذي يدعى عبد النبيب عسرية قد ساعد السعدية على الهروب من الخميسات، حيث كانت عائلتها تهم بتزويجها إلى رجل توفيت زوجته وتركت له 3 أبناء. سيعلم أيضا في ركاب المحاكمة أنها وافقت على الزواج من حمادي طمعا فيما لديه، وأنها كانت قد اتفقت مع عشيقها على أن يتخلص منه ذات يوم فيؤول إليهما ما ملكت يده.